أحذية ولادية، أحذية نسوانية. طبعا إحنا مختصين ولادي نسواني، وبالإضافة للجزادين. شو رأي حضرتك بفعاليات المعرض هاي الدورة؟ هلأ جيدة جدا، يعني بس كانت يعني متوقع إنه يكون الطموح أكثر من هيك، يعني متواضع حتى الآن. هلأ قلنا يعني خط معين إحنا اللي هو نحاكي الخط الوسط، الطبقة الوسطى من المجتمع، ويعني هذا التميز اللي إحنا فيه.